النهاردة احنا بنبتدي حلقة جديدة في سلسلة التسبيح بعنوان أسماء الله. احنا أخدنا أسماء الله الثلاثة الأساسيين وكملناهم لأسماء الله السبعة عند اليهود وأخدنا بعد كده أسماء العهد، ودلوقتي ده الاسم السادس في أسماء العهد، يهوي روعي مش روهي زي ما في ناس بتقوله، لأنه مرات كتير الأجانب مش بيقدروا ينطقوا العين فبيقولوها هي. إحنا العرب عارفين ننطق العين فبنقول يهوي روعي، مترجمة صح الرب راعية، روعي راعي، هي هي. والاسم ده من أرق الأسماء، بيقول قد إيه ربنا بياخدني في حضنه ويطبطب عليا ويكدني ويشربني ويأكلني ويهديني حتى لما أنا أجي أبعد عنه. اسم رقيق جدا، موجود في مزمور 23 عدد 1، الرب راعية فلا يعوزني شيء. لو أنا حبيت أكتب الرب راعية فلا يعوزني شيء بلغة النهاردة هقولها إزاي؟ هقول لما أنا أسبح الرب وأكون في محضره دايما هو هيرعاني، وقتها مش هحتاج لأي حاجة أبدا، وهو دلوقتي بيخليني طول ما أنا في حضنه أرتاح في أماكن فيها بركة وظروف جميلة، بيقودني لينابيع مية نقية عذبة هادية، ويجدد قوتي ويرد مشاعري المجروحة، ويقودني للطرق اللي أكون فيها مطيع لي. وحتى لو مريت في أكتر الظروف القاسية وفي وسط الظلمة مش هخاف، لأنه يهوي روعي، الرب راعية، هو معايا، عصاه وعكازه بيحموني، يعد دايما قدامي مائدة فيشوف كده أعدائي لما يديني كرامة قدامهم، ويمسحني بالدهن سواء للخدمة أو للتعطير كعلامة تانية لكرامتي ولتكريمي، بيملأ كاسي لغاية لما يفيد وتستمر حياتي مليانة خير، ويخلي الله خيره ورحمته ومحبته معايا طول أيام حياتي، ويكون محضره هو بيتي ومكان راحتي طول أيام عمري على الأرض. كل ده يتممه لي الله راعية وأنا في حضنه. تعالوا نروح للاسم السابع في أسماء العهد، يهويت صدقي نو، يهويت صدقي نو، أي الرب برنا، في إرمية 23 اتقالت مرتين. إيه هو بقى البر؟ البر هو تتميم وصايا الله، حفظ وتتميم وصايا الله. في تثنية 26:5 يقول ويكون لنا بر إذا حفظنا جميع هذه الوصايا لنعملها أمام الرب إلهنا. لما أنا أحفظ وأعمل وصايا الله هو ده البر. طيب الرب برنا يعني إيه؟ تعالوا نشوف القصة الأول. الملك يوشيا كان حابب يعمل نهضة للرب، الله كان بيقوده في أنه يشجع شعب الرب ويعمل نهضة، لكن اللي حواليه كانوا فاسدين جدا وبيقودوا شعب الرب لأنهم يبعدوا عن الرب. فجي وعد الرب متكرر مرتين ليوشيا ويشجعه ويقول له الرب برنا، هو اللي هيساعدنا أننا نتمم وصاياه ونعمل بيها. يعني تبرير بالمناسبة؟ تبرير مش يعني مغفرة، التبرير المغفرة يعني انت غلطت وانا بسامحك. التبرير انه انا هخليك في موقف كأنك ما عملتش مشكلة اصلا، ما اخطأتش اصلا. الرب برنا، حلو قوي الاسم ده. يا رب يكون شعارنا دايما التسبيح اسلوب حياتي.